مرت 4 ساعات، المناظر اختلفت، والحين بدأنا نحس إنه التعب صدق سيطر علينا. طب ممكن تسوي لنا ستريتش؟ والله صار لي 450. يلا بنجتر احنا من اول، انا ما نتكسر. عادي نوقف هنا؟ هبه لا تقولي لا، مره بتعورني. صار لنا فتره نسوق يعني، وبالذات انه انا اللي قاعده اسوق احس انه رقبتي تشنجت مع التركيز والسواقه، فقلنا انه فرصه نوقف ونسوي ستريتشنج لانه لسه باقي لنا مسافه لما نوصل الحدود. ترى حر يا بنات، الله يعينك. اي مره حر. يلا خلينا نعمل شويه ستريتشنج. مصدقه كنا قاعدين طول هذا الوقت؟ احلى شيء في ظل، صح؟ الجيم الصغير حقنا هنا. انت حتخليكم في حقكم، حتسوي لنا ستريتشنج. حبيت استغل المكان اللي احنا فيه واتصور فيه بما انه مناظر طبيعيه وحلوه، فحبيت ان اتصور واصورهم كمان. حنسوي رجول واكتاف كله رقبتي. يلا هاي شويه اكتافك كمان. ايوه حسن جسمي كله قاعد يطقطق، ما حد حاسس كمان. ايوه حاسه. اي 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 قدام كمان على حسب ما انت حاسه. حنسوي السايد دحين عشان الجنب كذا، الاوبليكس. الاوبليكس كان مره غريب انه قاعدين نسوي ستريتشنج في هاي واي، يعني في وسط الصحراء. خلاص كذا، خلاص ابغى اغسل. ابغى اغسل راسي. بنات يلا نرجع. يلا. والله خلاص يعني ورانا مشوار. ناخذ صوره احلى. احنا الاربعه